هسه هدفنا خلصت، وكل هاي الأهداف لتحرير الموصل اللي أعطانا من بداية، طبعا هاي المهم لأن هاي الخط الموجود بيوم الأولى احنا خلصنا، هسه كل المناطق كهدف مالتنا والمرسوم لنا خلصت واحنا وصلنا الى الهدف. المناطق اللي يدخل قوات البشمركة ويحررها تبقى قوات البشمركة في هذه المناطق، وبالنسبة لمدينة بعشقة اليوم أكمل تطهيرها، فدوائر الحكومية والأسايش والشرطة المحلية راح يكون داخل.